السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعار سيارات اليوم 23 جويلية 2021. خالتي جبناكم السيارات اللي وضعتوها في التعليق. خالتي لو خصته أي سيارة يكتبنا في التعليق نجيبوها له بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله، كيا سبورتاج لاني 2018، المحرك 2.0 142 شفو، علبة سرعة أوتوماتيك ماشية 114800، كارتغري الصافية. خوتي السيارة ما فيهاش المعاود، طوله 372 مليون، موجودة في بيتنا. راو البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا الملاح. بيكانتو دومي الأوز طاقة بنزين، محرك كامبو دو ماشية 274 ألف، لون رمادي، كارت جريس صافية. خاوتي السيارة طاولو 91 مليون، موجودة في وهران. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا الملاح. بيكانتو دوميسات طاقة بنزين، محرك أنفودو 84 شفو، ماشية 375 ألف، اللون أسود، كارت غريس صافية. خاوتي السيارة فيها باب أريير وشوية فلال أريير، الموتور مريفيزي جديد. خاوتي السيارة عطاولو 83 مليون، موجودة في قسنطينة. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا الملاح. بيكانتو دوميكاتور طاقة بنزين، محرك أنفو دو ماشية 193 ألف، كارت غريس صافية. خطي السيارة فيها لال أفو والدو أفروا، السعر مولاها راه يقول 145 مليون، قابل للتفاوض. خطي السيارة موجودة في الجزائر ولاد فايت. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا الملاح. أتوس جي إل إس لاني 2011، المحرك 1.63 شوفو، ماشية 366 ألف، اللون الرمادي فضي، كارت غريس صافية. خاوتي هاي السيارة فيها راكور فلال أريار صغير وفيها أفروا كيما في الصورة. خاوتي هاي السيارة طولو 95 مليون، موجودة في شلف. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا الملاح. أكسون جي إل إس لاني 2014، طاقة بنزين، محرك 1.5 91 شوفو، ماشية 170 ألف، كارت غريس صافية. خوتي السيارة فيها راكور فلال أريال عند البوشون، عطاولو 152 مليون، موجودة في بشار. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا الملاح.
كليو كات جي تي لاين لاني 2018 الطاقه مع زوطن محرك 1.5 دي شوفو ماشيه 83 في اللون الرمادي كارتغري صافيا خوتي السياره فيها راكور صغير عطاو له 260 مليون موجوده في الجزائر دال ابراهيم. قراو البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. كليو كار جي تي لاين لاني 2020 الطاقة مازوطا محرك 1.585 شوفو الوثائق بالطاقة الصفراء السعر مولاها راه يقول 377 مليون بريفيكس خاوتي السيارة موجودة في البليدة. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. ميغان دو كلاسيك لاني 2005 الطاقة مازوت المحرك 1.5 كطرف شوفو ماشية 341 ألف اللون الرمادي فاتح كارت كريس صافية خاوتي السيارة مولاها يقول نقية بزاف ممتازة 10/10 السعر مولاها راه يقول 85 مليون قبل التفاوض. خوتي السيارة موجودة في الجلفة. خويا ان شاء الله هذا صبتك في الفيديو القادم في ليسونس ان شاء الله هنجيب لك بحول الله. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. مرسيدس سي 250 لاني 2011 طاقة مازوت المحرك 211 شوفو علبة سرعة اوتوماتيك ماشية 144 في اللون الرمادي فاتح كارت كريس صافية خوتي السيارة طوله 210 مليون موجودة في برج بوعريريج. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه.